نعم كاترين، الجانب الأوكراني لم يضحض رواية أن هنالك معارك شرسة تدور حاليا في محيط مدينة سويدار، وكذلك الحال بالنسبة للمدينة المتاخمة لها مدينة بخمود. لكن إلى حد هذه اللحظة ووفقا لبيان هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تقول بأن الجيش الأوكراني ما زال محتفظا بمواقع تمركزه في كلتا المدينتي أي سويدار وبخمود. وكذلك أيضا وفقا لما قاله الرئيس الأوكراني قال بأن قوات بلاده تكسب المزيد من الوقت في صد هجوم القوات الروسية على مدينة سويدار، خاصة وأن هذه المدينة تقع في الشمال من مدينة بخمود ولا تبعد كثيرا عن مدينة بخمود، قرابة 10 كيلومترات فقط تبعد. وفقا لما يراها محللون هذه سيطرة، في حال سيطرة القوات الروسية على أجزاء من مدينة سويدار سوف تقوم بتطويق مدينة بخمود التي حاولت مرارا وتكرارا السيطرة عليها، لكن لن تنجح وفقا لما يقوله الجيش الأوكراني، خاصة وأن مدينة بخمود فيها العديد من الخنادق وهي خنادق كانت لمناجم من الفحم تحت الأرض. هنالك أيضا مدينة كاملة بنفس مساحة مدينة بخمود، وهي أيضا ما ساعدت القوات الأوكرانية في الصمود أمام الهجمات الصاروخية الروسية. كذلك الحال بالنسبة لمدينة سويدار، هذه المدينة تقع على تلال مرتفعة، وكل من يسيطر على هذه المدينة يستطيع أن يسيطر على مدينة بخمود وأن يكون أن تكون متاحة لها ومكشوفة من الناحية العسكرية مدينة بخمود. لكن إلى حد هذه اللحظة القوات الأوكرانية تقول بأنها محتفظة بمواقع تمركزها سواء في مدينة سويدار أو في مدينة بخمود. كذلك الحال أيضا بالنسبة للمناطق الشمالية الواقعة في مقاطعة دونيتسك وهي إسلافيانسك وكراماتورسك، صباح هذا اليوم قال بيان هيئة الأركان العامة للقوات الأوكرانية بأن كلتا المدينتين أي سلافيانس وكراماتورسك تعرضتا لهجمات صاروخية من قبل الجيش الروسي المتواجد في محيط هذه المناطق. عامر، على صعيد آخر، ما الإشارات التي يمكن استخلاصها من كلام الرئيس زيلينسكي الأخير حيث أكد تكثيف الدعم للحصول على مساعدات بمحاولة لإنهاء هذا الصراع قبل يعني هذا العام؟ بالفعل كاترين، الرئيس الأوكراني قال بأنه ربما في الأسابيع القليلة المقبلة سوف يكون هنالك أخبار سارة لدى الأوكرانيين، ربما يعول الرئيس الأوكراني على اجتماع وزراء حلف الناتو الذي سوف يعقد في ألمانيا في 17 من الشهر الحالي، ربما يكون هنالك مزيد من الأسلحة للجانب الأوكراني، خاصة وأن الرئيس الأوكراني أيضا نوه بأن قوات بلادها الآن تكسب وقتا في هذه الحرب ووقت لصالحها، ربما تأخير القوات الروسية أو دفع القوات الروسية ومع زيادة الدعم الأوروبي ربما يكون يرجح كفة التقدم الأوكراني سواء في الجبهات الجنوبية التي تعاني أيضا من هجمات صاروخية سواء من هجمات فعل أو رد فعل من قبل الجانب الروسي أو من الجانب الأوكراني أو من هجمات المشاة في المناطق الشرقية. ربما الرئيس الأوكراني أو كيف بشكل عام تعول على هذه المساعدات الجديدة التي تصل لأوكرانيا بعد اجتماع وزراء الناتو في 17 من الشهر الحالي.